السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنراجع على الدرس الثاني من دروس التاريخ في الوحدة الثالثة بعنوان شخصيات واحداث من الدولة الوسطى. واول حاجة هنراجعها النهارده في درسنا ان الدولة القديمة تعرضت للانهيار والسقوط، فهيجي سؤال مهم جدا، هيجي يقول لك بما تفسر انهيار وسقوط الدولة القديمة؟ هنقول بسبب ثلاث حاجات. اول حاجة انتشار الفوضى، ثاني حاجة تفكك وحدة البلاد. وقلنا يعني ايه يا ولاد تفكك وحدة البلاد؟ يعني انقسمت البلاد مرة اخرى الى قسمين. ثالث حاجة انهيار سلطة الحكومة. وقلنا يعني يا أولاد انهيار سلطة الحكومة ان الحكومة جت في الاخر كده وضعفت وانهارت وسقطت، معنى ان الحكومة تنهار وتضعف ان الدولة القديمة كمان هتنهار وهتضعف. ليه؟ لان الحكومة دي هي اللي بتمشي الدولة على انظمة وقوانين محددة، معنى ان الحكومة تضعف وتنهار ان الدولة كمان مالها هتضعف وهتنهار. طيب مين بقى الملك اللي هيجي اللي هيستطيع السيطرة على البلاد مرة اخرى وهيوحدها مرة اخرى؟ قلنا ساعتها ان الملك منتوحتب الثاني ده استطاع السيطرة على البلاد مرة اخرى وقام بتوحيدها مرة اخرى بعد تفككها. احنا قلنا في الفيديو اللي فات يا ولاد ان عصر الدولة القديمة سمي بعصر بناة الاهرامات. وقلنا ليه سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الاهرامات؟ قلنا بسبب كثرة الاهرامات التي بنيت في هذا العصر. طيب النهاردة احنا بنتكلم عن عصر الدولة الوسطى. اللي عايزين نعرفه النهاردة او نراجع عليه ان عصر الدولة الوسطى سمي بعصر الرخاء الاقتصادي، وريت ما تلخبطش ما بينه وما بين عصر الدولة القديمة. فهيجي سؤال مهم جدا في الجزئية دي، هيجي يقولك بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر الرخاء الاقتصادي؟ من اسمها يا ولاد رخاء اقتصادي، يعني معنى كده ان كان في تقدم اقتصادي في البلاد او في عصر الدولة الوسطى. يبقى هقوله بسبب ايه؟ هقوله بسبب اهتمام ملوكها بإقامة مشروعات الري والزراعة والصناعة والتجارة، علشان كده احنا سمينا عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. اول ملك هنتكلم عليه النهارده اللي هو الملك منتوحتب الثاني. طيب ايه اهم اعماله لو تفتكروا معايا؟ قلنا اهم اعماله ثلاث حاجات: اعاد وحدة البلاد مرة اخرى بعد تفككها، تاني حاجة نشر الامن والامان واعاد الاستقرار، تالت حاجة اتخذ من مدينة طيبة عاصمة للبلاد. طيب السؤال ممكن يجي لك ازاي في البحث؟ ممكن يقول لك اذكر اهم اعمال الملك منتوحتب الثاني، فبالتالي هتقول له الثلاث حاجات اللي قدامنا دلوقتي. وممكن يجي يقول لك ايه من انا او من اكون اتخذ من مدينة طيبة عاصمة للبلاد، ساعتها اقول له ده الملك مين؟ هقول له الملك منتوحتب الثاني. طيب من انا برضو او من اكون؟ اعاد وحدة البلاد مرة اخرى، مين اللي اعاد وحدة البلاد مرة اخرى؟ ساعتها اقول له مين؟ الملك منتوحتب الثاني. بعد كده هنتكلم عن الملك سنوسرت الثالث، وده من الملوك المهمة جدا اللي اهتموا بالجيش وقيادة الحملات، واهتم بالجيش وقيادة الحملات لتأمين حدود البلاد، وقام بحفر قناة سيزوستريس. وعرفنا ان قناة سيزوستريس دي بتربط ما بين البحر الاحمر ونهر النيل، فهيجي سؤال مهم جدا في الجزئية دي، هيجي يقول لك بما تفسر اهمية حفر قناة سيزوستريس؟ ليه الملك سنوسرت الثالث اقام بحفر قناة سيزوستريس؟ هنقول لكي تربط ما بين البحر الاحمر ونهر النيل. طيب هيجي ازاي برضو السؤال بصيغة تانية، هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك ده علامة صح او خطأ. تربط قناة سيزوستريس ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ساعتها أقول له الإجابة صح ولا غلط؟ هقول له ساعتها إن الإجابة خاطئة. ليه؟ لأن قناة سيزوستريس دي بتربط ما بين البحر الأحمر ونهر النيل، أمال مين اللي بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؟ ساعتها أقول له قناة السويس. يبقى قناة السويس يا ولاد هي اللي بتربط ما بين البحرين، البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب قناة سيزوستريس؟ لا، دي بتربط ما بين البحر الأحمر ونهر النيل، يبقى لازم أفرق ما بين قناة سيزوستريس وقناة السويس. بعد كده هنتكلم عن الملك أمنمحات الثالث، وقلت لكم ان الملك ده بيختلف عن الملوك كلها. ليه؟ لانه اهتم بالزراعة والري. يبقى مين اللي اهتم بالزراعة والري يا ولاد؟ الملك أمنمحات الثالث. طيب عمل ايه؟ قام ببناء سد اللاهون في الفيوم، وقلت لكم ان سد اللاهون ده هيحمينا من خطر مياه الفيضان، وهيزيد من مساحة الاراضي الزراعية المزروعة فين؟ في الفيوم. طيب وعمل ايه تاني؟ بناء هرم بالقرب من الفيوم، وقلت لكم ساعتها الهرم كان اسمه هرم هوارة، بس هو مش موجود عندنا في المنهج، بس انا قلتها لكم كده لان انتوا ساعتها سألتوني يا ولاد قلتولي ان الهرم ده ملوش اسم، قلت لكم لا ليه اسم بس مش موجود عندنا في المنهج.
تمام. فلما يجي يقولك من أنا أو من أكون بنى هرم بالقرب من الفيوم، من غير ما تردد ومن غير ما تلخبط ما بين زوسر وخوف وخفرع من كورع، طالما ما ذكر ليش اسم الهرم أقول للملك مين؟ أمنمحات الثالث. طيب رابع حاجة عمل ايه تاني؟ بنى معبدا واسعا وسماه بمعبد التيه. وعرفنا ليه سماه بمعبد التيه؟ لانه كان بيشبه المتاهة، لان المعبد ده كان بيتكون من 3000 حجرة وبيتكون من طابقين، كل طابق منهم كانت بتتكون من 1500 حجرة، علشان كده سماه بمعبد التيه. اللي كان بيدخله كده من غير خريطة كان هيتوه، فاللي كان بيدخله لازم يكون معاه خريطة تبين له ازاي يدخل ويخرج من المعبد ده. فالمعبد اسمه ايه يا ولاد؟ معبد التيه. بعد كده هيجي سؤال مهم جدا، بما تفسر أهمية بناء سد اللاهون؟ هقول له لحماية الأراضي من الفيضان وزيادة المساحة المزروعة في الفيوم. بعد كده هنتكلم عن غزو الهكسوس لمصر. هقول ان الملوك في اواخر عصر الدولة القديمة جم في الاخر كده وضعفوا وكسرت الصراعات بينهم، يعني كانوا بيتخانقوا مع بعض، فطمع الهكسوس في احتلال مصر، وبالتالي وبالفعل نجح الهكسوس في احتلال مصر وجم احتلوا شمال الدلتا. ولازم اركز على الجزئية دي لان هيجي يقولك صح او خطأ. نجح الهكسوس في احتلال جنوب الدلتا، ساعتها اقول له الاجابة خطأ. ليه؟ لان الهكسوس نجحوا في احتلال شمال الدلتا. طيب اول لما جم واحتلوا مصر اتخذوا من مدينة اواريس اللي هي صن الحجر بالشرقية دلوقتي عاصمة لهم، يبقى الهكسوس اتخذوا من مدينة ايه عاصمة لهم؟ اتخذوا من مدينة اواريس عاصمة لهم، يبقى عاصمة الهكسوس اسمها اواريس. طيب اول لما جم وعملوا العاصمة بتاعتهم اساءوا معاملة المصريين، كانوا بيعملوا المصريين معاملة سيئة للغاية. طيب وعملوا ايه تاني؟ هدموا المعابد. وعملوا ايه تاني؟ وهدموا برضو الآثار المصرية القديمة. طيب هل المصريين هيحبوهم ولا هيكرهوهم؟ طبعا هيكرهوهم، فبالتالي هيبتدي بقى الكفاح ضد الهكسوس. يعني ايه؟ هنبتدي بقى ان احنا نحارب الهكسوس لانهم اساءوا معاملتنا. وعملوا ايه تاني؟ هدموا الكثير من المعابد والآثار المصرية. فكانت بداية الكفاح كانت على يد الملك سكن نرع. على يد الملك مين؟ سكن نرع. طيب هل الملك سكن نرع ده استطاع الانتصار على الهكسوس؟ لا، الملك سكن نرع ده استشهد في الحرب ضد الهكسوس، يعني مات في الحرب ضد الهكسوس. طيب مين اللي هيتولى بقى قيادة الجيش بتاعه بعد ما هو هيموت؟ اللي هيتولى قيادة الجيش بتاعه بعد ما هيموت ابنه الأكبر اسمه ايه؟ كاموس. يبقى سكن نرع استشهد في الحرب ضد الهكسوس، مين اللي هيتولى الجيش بتاعه بعد ما هو مات؟ ابنه الأكبر اسمه ايه؟ اسمه كاموس. طيب كاموس ده هينتصر على الهكسوس ولا هيموت زي باباه؟ لا، هو مات برضو استشهد ايضا في الحرب ضد الهكسوس. هاجي بقى دلوقتي الملك احمس ووالدة الملك احمس اللي هي اياه حطب، ما خافتش ان ابنها الاصغر اللي هو احمس ده هيموت، بل شجعته على محاربة الهكسوس. فالملك احمس قعد يفكر ازاي ينتصر على الهكسوس. قعد يشوف كده ان الهكسوس بيستخدموا العجلات الحربية، قال طيب وانا ليه ما خليش الجيش بتاعي يستخدم هو كمان العجلات الحربية؟ فقام بتجهيز الجيش بالعجلات الحربية وتمكن من طرد الهكسوس من مصر وانتصر عليهم وقام بتوحيد أقاليم الصعيد. يبقى مين اللي انتصر على الهكسوس يا ولاد؟ الملك أحمس. ادي عندنا الملكة اياه حطب اللي هي ام الملك احمس، هي اللي شجعت ابنائها وزوجها على طرد الهكسوس من مصر. فلما شجعت ابنائها وزوجها في طرد الهكسوس من مصر، قام مين الاول اللي قام بمحاربة الهكسوس؟ الملك سكن نرع اللي هو مين؟ زوج الملكة اياه حطب. تمام، فلما راح حارب الهكسوس استشهد في الحرب ضد الهكسوس. مين اللي هيتولى قيادة الجيش بتاعه بعد ما هو مات؟ ابنه الأكبر اللي هو كاموس. طيب كاموس راح يحارب الهكسوس، هل هينتصر عليهم ولا مات؟